رجعنا لحضراتكم تاني ونبتدي أخبارنا النهاردة. بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر أقامت القوات المسلحة بالأمس ندوة تثقيفية حضرها الرئيس السيسي وعدد من القيادات. الرئيس في كلمته امبارح أو نقول دلوقتي العناوين، الرئيس السيسي تحية إلى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث. الرئيس السيسي يقدم التحية لأسر أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية. الرئيس السيسي اتكلم عن أكتر من حاجة وقال أن مفيش انتصار بيحصل ومفيش مشكلة بتحصل إلا لما بتاخد من وقت الشعوب وبتاخد من مجهود الشعوب، كله بالدم، مفيش حاجة اسمها أنت انتصرت فأنت بقيت مية مية، مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها بالدم، في حاجة اسمها الأرض سينا دي اتاخدت بالدم واتاخدت بالشقة، ومفيش حاجة اسمها الأمور بتعدي بسرعة. قال من 67 لسنة 82 لما الرئيس مبارك تحرير سينا بيتكلم في 15 سنة، بيقول أنت النهاردة من النكسة ل 82 تقريبا 15 سنة بيدفع الشعب من جيبه ومن مجهوده ومن دم ولاده ومن حاجات كتيرة جدا. المواقف اللي بتمر على الشعوب بتاخد منها كتير، تاخد منها دم وتاخد منها فلوس وتاخد منها اقتصاد متدهور وتاخد منها أمور كتيرة جدا. تكلم ان الألم اللي بتمر بيه الشعوب بياخد وقت، مفيش حاجة اسمها الحال بيتحسن على طول. يعني احنا يعني بمناسبة الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بالعالم دي، كلمة يعني انا عايز اقولها، وبمناسبة اللي بيحصل ده كله في مصر، انت عديت على ثورة يناير النهاردة بقالك 11 سنة بس وانت كدولة قدرت تقوم وقدرت تقف وقدرت الدنيا تمشي. اوقات اللي حصل في يناير 2011 اوقات ما بيعديش. يعني ايه اوقات ما بيعديش؟ اوقات ما بيعديش، اوقات بيتوصل ان الدول بتتقسم والناس بتتفرق والشعوب بتزداد فقر شديد جدا جدا جدا. يعني ايه فقر اكتر من اللي احنا فيه؟ احنا مع الحاجات غالية، مع الحاجات غالية والتضخم ده في العالم كله، مش ده اللي انا بتكلم عليه. انا بتكلم على فكرة ان لما الدولة بتمر او البلاد بتمر بمواقف صعبة ومواقف مؤلمة، اوقات في دول ما بتعديش الحتة دي، يعني لا تتجاوز ما حدث، زي ليبيا. لا يعني ليبيا لحد دلوقتي لا يعني ما قدرتش تتجاوز اللي حصل معاها. فاحنا نشكر ربنا ان احنا دولة قدرت تعدي وقدرت تصمد وقدرت تقف، وانا واثق ان في خير جاي وسط الأزمة الاقتصادية، وسط المشاكل، وسط ما احنا بالدنيا ماشية مع الناس بالعافية. واثق ان شاء الله ان الدنيا الأزمة دي هتعدي واللي جاي افضل. ايام الاجازات الخميس والسبت، اجازات يعني خميس وجمعه وسبت، مش بعد عليكم الاجازه، لكن بقول لكم انبسطوا واستمتعوا بيها وحاولوا انكم تستفيدوا من الثلاث ايام. مثلا في تخفيض في الحدائق في دخولها، المتاحف العسكريه الدخول فيها هيبقى مجانا بكره. خدوا ولادكم وروحوا وخليهم يشوفوا التاريخ، وانتوا استرجعوا الذكريات والايام دي، واحكوا للاجيال الجديده، جد ياخد احفاده، بابا وماما ياخدوا اولادهم. استفادوا كمان بفكرة الخصومات، هقول مرة تانية، اللي معمولة في الجناين والحدائق العامة اللي تابعة بقى لوزارة الري. الخبر بيتكلم على تخفيض رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية 50%، القناطر التذاكر بتاعتها مخفضة 50% يوم الخميس والجمعة والسبت، الثلاث أيام دول. دي فرصة يعني اللي ما بنخرجش، مش لاقيين بقى وقت، مش لاقيين مساحة، الدنيا زحمة، ثلاث أيام أجازة، خدوا ولادكم انبسطوا وخرجوا وخليهم يشوفوا كده، هقول إيه، النور والهواء، احكوا معاهم كتير قوي، اصنعوا ليهم ذكريات واحكوا لهم كمان عن الذكريات، هتبقى فرصة حلوة جدا. ده من الحاجات اللي انا ما رحتش قبل كده، القناطر الخيرية. ولا رحت منطقة القناطر يعني لا، لكن مش الجناين، الحدائق بتاعة القناطر. لكن الحدائق والاستمتاع ومحمد علي والكلام ده كله لا، ما في حديقه هناك اسمها حديقه لؤلؤه، يعني تم تطويرها، يعني طبعا انا بيتكلموا عنها انها قد ايه هي جميله، وراحوا اسالوا على حديقه لؤلؤه، روحوا الحدائق اللي هناك واستمتعوا. بقول لكم 3 ايام 50% التخفيض على التذاكر، او المتاحف العسكريه بقى دي من غير فلوس خالص. خلاص يعني اكتبي كتير كده عندنا القناطر الخيريه. ماشي خلاص، سجلت. كمان السكه الحديد بتقول حاجتين، اول حاجه
حاجه بتقول لك في تذاكر مجانيه وبنصف الثمن بخطوط السكه الحديد بمناسبه يعني 6 اكتوبر، بيقدموا بعض التخفيضات لذوي الهمم والمرافق ان وجد. يعني لو حد من ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصه مسافر في يوم 6 اكتوبر هياخد تخفيض 50% هو والمرافق اللي معاه، معاه والده، معاه والدته، معاه اخوه، مع واحد صاحبه، هياخد برضه خصم 50% على القطارات المكيفه والفاخره والروسي والمكيفه والقطارات العاديه بموجب بطاقه اثبات الشخصيه الصادر من وزاره التضامن الاجتماعي او المكتب التابع لها. يعني اللي معاه اللي هي بطاقه الخدمات المتكامله، في بطاقه خدمات متكامله دي اللي معاه ده ياخد خصم 50% هو والمرافق اللي معاه، يعني شخص وزوجته مثلا ياخدوا هما الاثنين 50% على التذاكر. كمان منح تصاريح سفر مجانيه لمرضى الاورام السرطانيه ومرافقيهم، دي برضو حاجة كويسة، ومنح اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر. كمان بتنشد السكة الحديد الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول، يعني لما تاخد التذكرة أرجوك ما ترميهاش. في بوابات إلكترونية بتتعمل دلوقتي في محطات السكة الحديد، فعشان ما تدفعش غرامة خلي التذكرة معاك وانت خارج. ممكن أقول على حاجة عشان بس حد مأمنهاني أمانة، يعني فضل. إني حد من أصدقائنا يعني ركب القطر أكتر من مرة اليومين اللي فاتوا، كان بيروح الصعيد ويجي، فبيقول القطرات بقت جميلة جدا، فخمة جدا، حلوة جدا، كراسي رائعة جدا جدا، هدوء وشياكة وجمال وكل حاجة، لكن لازالت القطارات بتتأخر بالساعتين وبالثلاث ساعات، بالساعتين وبالثلاث ساعات. ف اعتقد دي مشكلة كبيرة جدا، يعني فكرة ان حد يضيع وقته، ولا حد اوقات بيبقى فيه السادة المحامين مثلا راح يحضر قضية في محافظة تانية، تخيل بقى لو اتأخر على القضية المفروض يروح قبلها بيوم. فاعتقد موضوع تأخير القطارات ده لازم يكون له حل، يعني كويس ان احنا جبنا قطارات جديدة وكراسي محترمة وحاجات ادمية وجميلة، لكن مش كويس ان هي بتتأخر. نفس فكرة مترو الانفاق لما كانت الشكوى من ان المترو بيتأخر، فالدقايق اللي بيتأخر فيها المترو بدل ما كانت تبقى محسوبة دقيقة ولا دقيقتين بين كل قطر والتاني، فتلاقي الرصيف بتاع المحطة يعني ما فيش نمل بشري واقف على الرصيف، وبالتالي يحصل تكدس وتحصل الحوادث وتحصل المشاكل والمصايب والبيبان اللي بتتقفل على الناس. فلو في التزام في مواعيد القطارات، بتكلم بقى على مترو الانفاق، التزام في مواعيد قطارات السكه الحديد، اعتقد مش هيبقى في مشاكل، يعني محتاجين وقفه وتنظيم والتزام بمواعيد القطارات. درجات الحراره، هيئه الارصاد الجويه، واحنا يمكن يعني مستغربين لانه لغايه دلوقتي في ارتفاع في درجات الحراره وفي نسب الرطوبه، لكن هيئه الارصاد بتقول لنا ان الجو متقلب ما بين ان درجات الحراره تنخفض وانها تزيد، هيستمر معانا التقلب ده يمكن لغايه اول شهر 11، لكن متوقع انه بكره الخميس والنهارده برده هيكون في انخفاض في معدل درجات الحراره، الجو هيكون الطف بكتير ان شاء الله كمان بالليل اكتر كمان من النهار، انخفاض درجات الحراره باغلب الانحاء، والعظمى بالقاهره هتكون 32 حالا، درجات الحراره هتكون قدامكم على الشاشه. في خبر بيقول النائب العام يأمر بحجز صيدلانية وحبس عاملين لديها في واقعة وفاة طفلين بمنيا البصل. اللي حصل اني يعني ست راحت تجيب الدواء لولادها، عندها طفلين، راحت كذا صيدلية قالوا لها ما فيش. فهو من العادي جدا على فكرة واللي بيحصل حتى برا مصر ان في حاجة اسمها الدواء المثيل. الدواء المثيل اللي هو ايه؟ اللي هو بيديك نفس المركب بتاع الدواء، لان مركبات الاسامي التجارية حاجة والمركب العلمي حاجة تانية. يعني زمان في مصر ايام لو تفتكروا الفيلم بتاع لا تشرب الدواء الذي ارسلت ابنتك في طلبه، كنت تلاقي الصيدلي بيركب حاجات. ليه؟ لان هو كنا بنشتغل بس على المادة
الفعالة، فطبيعي ان الصيدلي بيدي نفس المادة الفعالة في دواء تاني. فراحت للصيدلانية اللي واقفة، فيبدو ان هي اخطأت واديتها دواء غلط، ما اديتهاش دواء مثيل ولا حتى بديل، اديتها دواء حاجة تانية خالص. يعني هي البيان النيابة العامة بيقول اديتها بديل، لا هي ما اديتهاش بديل، مش مفروض تديها بديل، مفروض تديها مثيل. مثيل يعني ايه؟ يعني نفس التركيبة بتاعة الدواء، هو نفس دواء الصداع بس نفس الحاجة اللي انا باخدها. الاسم التجاري ده واحد يسميه على اسم بنته، واحد يسميه على، ده قصة تانية خالص. المهم الطفلين أول ما خدوا الدواء للأسف الاتنين ماتوا، للأسف الاتنين ماتوا. طبعا والدتهم انهارت وراحت عملت محضر في القسم والدنيا اتقلبت، والنيابة العامة اتحفظت على الصيدلانية اللي عملت كده، وكان معاها اتنين شغالين في الصيدلية. وده كلام أنا وهبة كنا بنقوله امبارح لضيفنا الكريم اللي كان معانا امبارح، إن في ناس بيشتغلوا في الصيدلية ليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بفكرة الدواء. فقال لي لا ده نادرا ما يحدث، قلت له كثيرا ما يحدث. فإحنا بس هبة نفس القصة اللي كنا بنحكي عنها، حقنت البنتين الطفلتين كانت العاملة اللي في الصيدلية، ده أول حاجة مش الصيدلانية. فلما الأم رجعت ببناتها وخدت المفروض ان الدواء المثيل او البديل اللي حقنت البنات كانت هي العاملة اللي في الصيدلية. اللي عايزة بس اقولها لكم برضو في نقطة مهمة جدا، انه لما بيجي اخد حقنة المفروض ان انا بعمل اختبار حساسية. لو انا في مكان عند في صيدلية عند دكتور في مستشفى ومحدش اخد باله، انا لازم اقول واطلب واعمل اجراء واختبار حساسية الاول، لربما يكون المثيل او البديل او حتى الحقنة الاصلية اللي الدكتور كاتبها بتعمل حساسية في الجسم، دي ممكن تقضي على البني ادم فورا. وده اللي حصل مع البنات، هقول لكم بشكل كده شخصي حاجة صغيرة حصلت معايا، لأن الموقف ده هو يعني ستر ربنا اللي بيعدي ناس، وفي ناس تاني إما بقى أطفال ما تحملوش أو كبار ربنا اللي بيديهم عمر، لكن إحنا في منتهى الخطورة إحنا بنلعب في حياة الناس. لأنه حقنة المفروض إنه كان الدكتور بيقول إن دي ما بتعملش حساسية خالص، وأنا خدتها بمنتهى الثقة إنها مش هتعمل حساسية، ورحت للمكان اللي أنا هاخد فيه الحقنة. وبعدين الممرضة، بقول انها ممرضة مش عاملة في مستشفى، قالت لي احنا هنعمل اختبار حساسية الاول عشان نشوفها. مجرد ما عملت الدايرة بالقلم اللي بيعملوها وبيدوا الحقنة، ايدي مكان الحقنة فضلت ورمة تقريبا شهر، يعني مكان الحقنة عامل ورم شهر. الدكتور لما شاف ده قال الحقنة دي لو كانت فلانة دي اخدتها هي فورا كانت بتنهي حياة البني ادم، في الحال مش هيعدي عليها دقايق. لكن لانها حريصه على حياه البني ادمين ما رضتش تدي الحقنه غير لما تعمل اختبار حساسيه. العامله اللي ادت البنات في الصيدليه الحقنه دي ما عملتش الاختبار، فلا من حق عامل يصرف دواء، والصيدلي لو ما عندوش خبره انه يوصف دواء بديل، وممكن يكون حد لسه حديث التخرج من الاساتذه والصيادله ما يعرفش، ما تعملش كده، ما توصفش قول ما فيش وخلاص، لكن حياه البني ادمين تبقى كده انا مش عارفه الحقيقه. عايز اقول على حاجه بس، ان الحقنه يعني احنا مش دكاتره لا انا ولا هبه ولا بنفهم في قصه الدواء، لكن اتعلمنا من الضيوف اللي هم بينورونا حبه حاجات، ان الحقنه لو فيها مشكله بتموت فورا، يعني غير الدواء غير الاقراص غير ان هي تسبب تسمم غير بتاع الحقنه ممكن تموت في الحال. اذا تم وصف حقن خاصه فيما يتعلق بالحساسيه او بتاع، ارجوكم كبير او صغير اسال الطبيب هل انا محتاج اعمل حساسيه اختبار حساسيه ولا لا، يقول لك اه اطمن نعمل كده. فرحت للصيدلي قال لك لا 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 مش مستاهله، قول له لا مش هعمل عندك، قول له لا أنا مش عايز الحقنة دي عندك. ربنا يرحم الطفلين ويصبر أهلهم، لأن دي بتبقى وجع ما بعد وجع، تمام. وأنا أنا عارف مدى الوجع اللي ممكن تمر بيه أسرة إن طفلينها يموتوا بسبب إهمال، بسبب إهمال. وإحنا امبارح لما كنا بنتكلم إحنا كنا ولا نعرف القصة دي ولا كنا نعرف ان هي تحصل، بس من قبيل الأمانة بنقول قدام الناس وبنقول قدام المختصين وبنقول في الإعلام، أرجوكم الصيدلية مش للي داخل واللي خارج يعمل اللي هو عايزه، وضروري ان اللي يكون واقف في الصيدلية يكون شخص بيفهم في الدواء. ربنا يرحمهم ويعز أهلهم.
وإن صح التعبير يعني بره مصر المنوط بيه يشوف التركيبات الدوائية هي إيه ويعملها ويوصف الدواء، والدواء البديل أو المثيل هو الصيدلي. وحد مش يقدر يقف غير الصيدلي. أنا بقول يعني بره مصر الدكتور أو الطبيب اللي بيكشف أو بيعالج بيكتب المادة الفعالة اللي بتأثر وبس، لكن الصيدلي بيبقى هو المنوط بيه بقى اسم الدواء اللي هو هيديه. قد إيه هي مسؤولية، فاللي مش قدها مش تغلهاش. أرواح الناس مش لعبة ولا هي ببلاش. طيب دي كانت أخبارنا. حابة برضه أقول لحضراتكم النهاردة هيكون عندنا إيه فقرات نصائح للمسافرين، محظورات تدخل صاحبها في إطار التهريب الجمركي. دلوقتي إحنا بنفضل نقول ده ممنوعات وده مش ممنوعات، ولو الحاجة دي معاك في الشنطة وإنت راجع في المطار ممكن تعمل لك وتسبب لك مشكلة. إيه هي النصائح اللي ممكن كل واحد مسافر ياخد باله منها، الحاجات اللي تبقى جوه شنطته ممكن تعمل له مشاكل وتدخله في مشاكل. كمان هيكون في ضيافتنا النهاردة شركة بيتر هاوس للتطوير العقاري ونشوف آخر مشروعاتهم، وكمان فكرة حماية فلوسك من التضخم، إيه اللي أنت ممكن تعمله عشان تقي نفسك من عوامل التضخم بعد الفصل.